أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. أصلي من كل قلبي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة. ضيف حلقتنا اليوم القس ثابت. أهلا وسهلا قسيس ثابت. أهلا وسهلا بك قسيس نزار. إحنا فرحين أنك تكون معنا في هذه الحلقة. دايما بكون باخد بركة لما أكون موجود معك وبكون موجود في البرنامج. الرب يباركك. اليوم رح نتكلم عن موضوع كتير مهم، عن تفوق المسيح. هل هو مغالاة من المسيحيين أو ردة فعل، أو المسيحيين أو المسيحيون يؤلهون إنسانا ويجعلون منه شخصية عظيمة؟ رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع. هل المسيح مثله كمثل آدم؟ هل هو مجرد رسول خلت من قبله الرسل، أو هو ابن الله الحي، الله الظاهر في الجسد؟ هل هو متفوق وبماذا يتفوق؟ رح يعني نتكلم في هذه الحلقة. وفي نفس الوقت بحب أدعو كل مشاهد، إذا في عندك أي مداخلة في هذه الحلقة، إذا عندك أي سؤال، إذا عندك أي استفسار، يمكن تبعث طلبات الصلاة عن طريق الإيميل، البريد الإلكتروني، أو أسئلتك أيضا. وبعد قليل رح نفتح الخطوط في هذا الموضوع حتى نسمع فكرك ونسمع آرائك ونتحدث مع بعض في هذه الحلقة المهمة، مثل ما رح نعالج هذه القضية قسيس ثابت. رح أقرأ بعض طلبات الصلاة. مريم من بلد عربي تطلب صلاة شفاء من أجلها، حيث أن ساقها اليمنى أصبحت أضعف من اليسرى مما يسبب لها الآلام والمشاكل. نصلي باسم الرب يسوع ان الله يتحنن عليك يا مريم ويشفي ساقك وتكون الساقين متساويين. سندس حنا عراقية من الولايات المتحدة بتطلب صلاة حتى تنال حمل وتلد طفلا صحيحا، عمرها 45 سنة. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله يا اخت سندس، والرب هو القادر على كل شيء. اللي اعطى إصابات وهي في شيخوختها ابن سمت يوحنا المعمدان، أو صار زوجة إبراهيم، هو قادر أن يعطيك ابن في هذا العمر أيضا. أميرة كشابة من ألمانيا بتطلب صلاة من أجل عائلتها حتى يقبلوا الرب مخلص شخصي لحياتهم، كما تطلب صلاة شفاء من أجلها حيث تعاني من حكة شديدة في عينيها. فيليب من مصر بيطلب صلاة من أجل إيجاد فرصة عمل. بشيري مولود من الجزائر يطلب صلاة شفاء من أجله، مريض في المعدة. اسم الرب يسوع يا بشيري، الله يتحنن عليك اليوم ويمد يمين الشفاء عليك في هذه الحلقة. عبد الله من أمريكا بيطلب صلاة من أجل الابنة حتى يعطيها الرب طفل آخر. جانيت من أستراليا بتطلب صلاة من أجل زوجة أخيها جانيت الأرملة التي قتل زوجها وقت الحرب في العراق، 47 سنة وفقدت عينها وتحتاج إلى عملية عاجلة في كتفها وفي ركبتها. رب يعوض لك يا أخت جانيت، والرب يرد البصر، والرب يسدد كل احتياج ويعطيك الصحة والشفاء الكامل. سارة أديب من الأردن تطلب صلاة من أجلها حتى تجد الشخص المناسب من الرب لتكوين أسرة مسيحية. صالحة تطلب الصلاة من أجل أختها ديالة حتى يرجع لم شم العيلة، حيث أنها على وشك الانفصال عن زوجها. أم فادي من السويد تطلب صلاة حتى يمنحها الرب سلام وفرح من عنده بعد أن اضطرت على ترك العائلة والعيش بمفردها من أجل المسيح. يا أختي، إرادة المسيح أنك مش تترك العيلة، أنك تكوني مع العيلة والرب يباركك ويلم شمل العيلة، لكن حياتك تكون مكرسة للرب يسوع المسيح، والمسيح هو يكون الأول والأولوية في حياتك. لكن الله بيطالبنا أنه ما نترك العيلة، نحب عائلتنا، وإذا اضطر أنه من أجل المسيح نحط الأولوية، طبعا بيستاهل كل أولوية الرب يسوع. وفاء من ألمانيا تطلب صلاة من أجل الحصول على عمل. الفونز بيطلب صلاة شفاء من أجله حتى يشفي الرب من السرطان ومن أجل سلام للزوجة. سمير يطلب صلاة شفاء من أجله حيث أنه يعاني من مرض في المثانة ومن أجل سلام للأم.
أم من سوريا تطلب صلاة من أجل أبنائها كي يحميهم الله في مرحلة المراهقة ويحفظهم من كل شر. آمين. رح نرفع هذه الصلوات وصلوات أخرى باسم الرب يسوع. أنت بتشاهد هذه الحلقة يمكن بتمر في ضعف في ألم في جسدك، خلينا نثق الله اللي حافظ كل الأسماء التي ذكرت، بيعرف كل حالة وكل وضع، والله شايفك، الله شايفك. حط الطلب الآن أمام الرب. ممكن ارفع إيدك للرب، ارفع إيدك، ارفع إيدك للرب، ما تستحيش. قول يا رب تعال اشفيني، تعال خلص خلص عائلتي. يا رب أنا بدي أرجع لك اليوم. يا رب أنا برفع كل طلبي في هذا الوقت، بصلي إنك تستجيب كل طلبي. أنت اللي طلبت منا أن نيجي بإيمان باسم الرب يسوع، فأنت يا رب أعطي للي طلبوا أطفال تعطيهم. نصلي يا رب انك تشفي كل ضعف وكل مرض. نصلي يا رب تسدد كل احتياج وتبعد كل شر وتبارك على كل طلبة في هذا الوقت وتتمجد باستجابة الصلوات. ايضا برفع كل طلبة في هذا الوقت باسم الرب يسوع. كل مشاهد، كل مشاهدة يا رب اللي بمروا في امراض صحية، انك تشفي كل ضعف وكل مرض. وكل شخص رفع ايده في هذه اللحظة انت شايفه، عارف اسمه وعارف اسمها، اتمجد اليوم باستجابة الصلاة واعطي الشفاء الكامل باسم الرب يسوع. امين. امين. الرب يبارككم احبائي. حديثنا اليوم عن تفوق المسيح. لما نتكلم عن تفوق المسيح، انت عارف اخ ثابت، عندنا اصدقاء كتير من المسلمين واحبائنا اللي بيتصلوا فينا دايما، ولما بنتكلم معهم يعني دائما بالنسبة لهم المسيح طبعا شخصية عظيمة، نبي الله فريد من نوعه، مميز. لكن لما نصل عند بعض المواصفات للمسيح، عادة بسمع انه المسيح في المثلين يذكروا، مثله كمثل آدم او انه رسول. فالسؤال، هل المسيح مثل آدم او اعظم، ام هو مجرد رسول ام اعظم من رسول؟ تفضل. الحقيقة المسلمين لما بيتكلموا عن المسيح كمثل آدم، ودي موجودة في سورة آل عمران عدد 59، بيقول أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وبعد كده بيجع القرآن في خطأ كبير جدا جدا. طبعا يمكن اللي بيسمعني بحبش يسمع الكلمة اللي بيجع في خطأ، بس انت بتقتبس دلوقتي. الخطأ بيقول ايه؟ خلقه من تراب. اولا حتى لو هتتكلم عن المسيح، هو مولود مش مخلوق. مش مخلوق، من تراب. فهو الله ما جاش مسك المسيح وعمل تراب. فهمت عليك. اوكي. لكن الخلق تم في ادم، هو خلق الجنس البشري كله في ادم، لانه طبعا الآية المذكورة دائما المسيح كلمة الله ألقاه إلى مريم. فهنا حتى فكرة أنه هو مخلوق يعني كلمة غير واقعية وغير صحيحة ولا محل لها من الإعراب، لأن المسيح لم يتم، الله ما مسكش تراب عشان خلق منه المسيح، ما مسكش تراب خلقني أنا منه، لكن خلق الجنس البشري في آدم. فهو بيجي في المقارنة حتى في الخلق من تراب، خلقه من تراب، مقارنة مش صحيحة. فهنا المماثلة بين المسيح وبين آدم في فكرة الخلق اللي بيحددها القرآن مش موجودة، غير موجودة. يعني الآية بتتكلم عن حاجة غير موجودة، ما تقدرش تحطها كواقع. الإخوة المسلمين بيتكلموا عن إيه؟ الآية دي لو أنا رجعت لأسباب النزول بتاعت الآية دي، هيكون أن نصارى نجران في وقت في أيام رسول الإسلام كانوا بيتكلموا عن تفوق المسيح وأن المسيح هو الله، فنزلت الآية دي، يعني حوار بينهم، الله اداله إله اداله آية وقال له أني تقول لهم كده المسيح زيه زي آدم مخلوق من تراب، فده أسباب النزول. فهو حتى أسباب النزول ينفع لحوار حلقتنا النهاردة، أن المسلمين بيتكلموا عن المسيح مجرد كآدم. لكن احنا بنتكلم عن المسيح، مش بنتكلم عن مجرد شخص عادي، بنتكلم عن شخصية اللي خليني اقتبس
من سفر الرؤيا الإصحاح الأول آية 8 كلام المسيح عن نفسه. طبعا كلام المسيح عن نفسه. وفي آية 11 الآية المشابهة عندما قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. أنا كشخص دارس لغة عبرية لما الكائن والذي كان والذي يأتي عارف معناها في اللغة العبرية، تتكلم عن الله عن يهوه. في آية 11 أنا هو الألف والياء الأول والآخر، احنا نتكلم على شخصية متفوقة. هو ولد، نعم ولد في بيت لحم، لكن الولد في بيت لحم بيتكلم عنه الكتاب هو الأزلي الأبدي. فيعني أنا موافق أنت لما بتقول أنه لا يعني مش ممكن يكون من تراب، لأن المسيح مولود ولد في بيت لحم، ولد من أحشاء القديسة مريم العذراء. وبعتقد أنه احنا يعني الطرفين متفقين الإسلام والمسيحية أنه المسيح ولد من عذراء بدون خطية ولد في بيت لحم. طبعا احنا بنقول في بيت لحم يمكن مكان تاني الولادة، بس انه على اي حال ولد ولادة عذراوية. وهم بيأكدوا كده، القرآن بيأكد كده ان المسيح كلمة الله القاها الى مريم. فهو يعني هو بيؤمن نفس الايمان المسيحي في فكرة الميلاد العذراء، وان المسيح ولد من عذراء. الفكرة اللي يعني هكملها حضرتك، اولا قلت حاجة رائعة، لان الكائن ده نفس الاسم اللي اعلن به الله عن ذات لموسى في سفر الخروج اصحاح 3، أهيا الذي أهيا الكائن الذي يكون. فنفس الاسم اللي هو بيطلق على الله. وطبعا لو يعني الوقت وقت الحلقة ادانا وقت ان احنا ممكن نجيب مقارنة بين الأسماء. أنا عاوز أركز على تفوق المسيح. نجيب الأسماء اللي كانت اللي نسبت إلى الله والأعمال نسبت إلى الله في العهد القديم، هي نفس الأعمال والأسماء اللي نسبت إلى المسيح في العهد الجديد. وفي جدول معايا ممكن يمكن في نهاية أو لو في وقت ممكن نعمل ده. لكن الفكرة هنا ان ده كان حوار مع نصارى نجران، فبيقول لهم الكلام ده، بيقول لهم انه قول له ده زي ادم. انا عايز ارجع للفكره، هو ليه الاسلام دايما رغم ان هو بيدي مكانه رائعه وعظيمه للمسيح، والقران بيدي مكانه رائعه وعظيمه للمسيح، فيها تفوق حتى عن نبي الاسلام؟ طب ممكن يعني ممكن اوجه لك هذا السؤال. احنا راح نتكلم طبعا عن تفوق المسيح طبعا في الكتاب المقدس، لكن الوقت انا بسمع انه تفوق المسيح حتى في القرآن، فانا دلوقتي صار عندي الشغف انه بدي اعرف وبدي اسمع. قبل ما اتكلم عن هاخد بس جملة صغيرة، ليه الفكر بتاع الاسلام عن المسيح مجرد نبي؟ فضل. كان منتشر في الوقت اللي فيه رسول الاسلام بدأ في سنة 610، كان في قص اسمه ورقة ابن نوفل، وكان ده أبيوني، والأبيونية ما بيؤمنوش ان المسيح هو الله، كان بيؤمن ان هو نبي يفوق حتى الأنبياء، لكن ما بوصلهوش لمرتبة الألوهية. وهو تعلم عند هذا الرجل ورقة ابن نوفل، وكان ورقة ابن نوفل عم خديجة زوجة الرسول، الزوجة الأولى للرسول، وهو اللي أشرف على الزواج والكلام ده كله. عشان كده هو خد التعليم ده، اقتبس التعليم ده من ورقة ابن نوفل. لكن تعال نشوف، لأن ورقة ابن نوفل كان بيؤمن بالكتاب المقدس بس كان بيفسره تفسيرات معينة، تعال نشوف تفوق المسيح في الفكر الإسلامي حتى عن رسول الإسلام. تفضل. في أبدأ بحديث من الأحاديث بيقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. رسول الإسلام بيقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، وبيتكلم الحديث ده بيقول ما من مولود يولد إلا نخصه الشيطان فيستهل صارخا من نخصة الشيطان إلا ابن مريم أمه. بيتكلم هنا على الخطية طبعا. بيتكلم هنا يعني المسلم هيقول لي إن مش على الخطية، لكن أنا عندي إن كل مولود مسه الشيطان إلا المسيح عيسى ابن مريم لم يمسه الشيطان، يبقى هنا تفوق عن باقي البشر فأن الشيطان لم يمسه. هذا اللي احنا بننادي فيه إنه المسيح كامل بلا خطية. بلا خطية. يعني. الحديث ده موجود في باب اسمه باب الفضائل، والحديث موجود كمان في أكتر من صحيح، البخاري ومسلم ومسند أحمد. أنا جايب هنا من مسند أحمد وجايب من البخاري، وشرح الشرح النووي لصحيح البخاري بيقول إيه؟
بيقول وظاهر الحديث اختصاصه بعيسى وأمه، يعني دي حاجة لا تنطبق إلا على الاثنين دول. يبقى إذن المسيح لو أنا قارنه بباقي الأنبياء حسب الفكر الإسلامي هو متميز في هذه الناحية، أن الشيطان ما جاش عنده ما يقدرش يجرب منه. ده الكلام بتاع الحديث. لكن هناك آيات قرآنية عديدة جدا جدا عن تفوق المسيح وعن أن المسيح يفوق أي نبي آخر. إذا ممكن بسرعة قسيس لأنه عاوز نركز على تفوق المسيح كمان. أخذ عناوين. تفضل. أخذ عناوين. على سبيل المثال آيات كثيرة جدا جدا بتتكلم عن المسيح إن هو كلمة الله وروح منه. واحدة منهم النساء 171. أجري بسرعة أقول أن المسيح المؤمنين يؤيدهم الله بعيسى. النساء 471 برضو نفس الآية. ولادة المسيح وكلامه في البطن والمهد في مريم 19-29 ومريم 19-15 والحش 59. بس مع أنه مرفوضة هذه من مظبوط بتظهر تفوق المسيح، مرفوضة من المسيحيين لأنه المسيح ابتدى قوته وأعماله يعني من المعجزات من عمر 30، لكن انه يتكلم اول ما لا هو كان انسان لكن طفل عادي كاي طفل يعني. ده مفهومنا المسيح. انا بتكلم على الفكر الاسلامي بيدي له ايه قيمته. ما الفكره دي كانت منتشره في القرن الثالث في كتابات مسيحيين، لكن يعني نوع من التاريخ والاضافات يعني، لكن كتابات شيقه حلوه انا بستمتع بقراءتها يعني واعجب فيها، لكن مش وحي كتابي. اوكي. ودي المصادر، ما دي المصادر اللي خد منها الاسلام الحاجتين، الحاجه دي والحاجه بتاعت ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ده متاخد من مصادر مسيحيه كانت موجوده في الوقت ده، او مصادر مش مسيحيه، مصادر يعني بدع مسيحية، بدع مسيحية في الوقت ده. فحتى الآية ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم مأخوذة من هذه المصادر أيضا، مش جاية مش حاجة جديدة. حديثنا يعني اليوم عن تفوق المسيح. لكن المسيح الخالق، والمسيح الخالق احنا بنشوف هيجي المسلم هيقول لي لا ده خلق بإذن الله، عشان نكون احنا واضحين في الكلام ونشوف بنفكر بنفس الفكر الاسلامي. خلق باذن الله دي مردود عليها بان الله بيدي لمين اذن انه يعمل اعماله. وش معنى انه المسيح فقط اللي عمل اعمال الله؟ دي حاجة. في حالة واحدة انا ادي اذن لحد يعمل الاعمال بتاعتي، او حضرتك تدي اذن لحد يعمل الاعمال بتاعتك. يا اما انت مشغول، يا اما ربنا يديك الصحة او خليها علي انا، اما انا او مريض او عاجز او لكن الله لا هو مشغول ولا عاجز ولا ما عندوش وقت ولا مريض، لانه يقول فيكون، يأمر فيصير. عشان كده ما ينفعش يدي اذن او ان يكون هو الله نفسه او يكون هو الله نفسه. لانه هنا حتى في الخلق في حاجات كتيرة، في فكرة يتساوى اللي يخلق مع من لا يخلق، وحاجات كتيرة، ايات قرآنية كتيرة. بس عشان مش عايز افوت في كل ده، وعشان حلقتنا عن تفوق المسيح، المسيح يحيي الموتى، المسيح يعلم الغيب ويعرف الأسرار، المسيح حي، سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والفكر الإسلامي رغم أن في حاجة عن ضد الصلب، لكن في حاجات تانية تتكلم عن المسيح مازال حي. كل الآيات دي وآيات كتيرة جدا جدا عن المسيح في الإسلام. لما أدي المسيح المرتبة دي، في حديث تاني عن يوم القيامة والرسول جاء بيتكلم، راحوا لموسى تشفع لموسى، فموسى ما ينفعش شفيع لأنه غاضب، ومش عارف النبي مين ما ينفعش شفيع لأنه عمل خطية، إلا المسيح اللي هو ما عندوش خطية ما عندوش ذنوب. فهناك حتى فكرة لو قلنا مس الشيطان يقولك لا ده ملاش علاقة بالخطية. في حديث تاني بيتكلم عن أن المسيح بلا ذنوب، اللي هو حديث يوم القيامة. الآيات عن الخلق بتتكلم عن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما ينفعش غير الله الخالق. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله بيخاطب الناس، أنتم اللي بتخلقوا ولا احنا اللي بنخلق؟ يبقى محدش يخلق غير الله. الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، بيتكلم هنا عن الله الخالق. هنا بلاقي تفوق للمسيح في حاجات كتيرة، في معجزاته، في ولادته من عذراء، حتى في الفكر الإسلامي ولادته من عذراء،
في إقامة الموتى، في شفاء الأمراض، في إبراء الأبرص، في كل الحاجات الرائعة دي موجودة. ده يخليني أقول حاجة، إذا كان هو بيعمل نفس أعمال الله، هل أنا محتاج دليل أكتر من كده أقول أن المسيح يتفوق عن جميع الرسل والأنبياء ويعمل أعمال الله حتى في الفكر الإسلامي؟ فإيه اللي أنا محتاجه عشان آمن بالمسيح أنه هو الله الآتي إلى العالم؟ يعني لما يوحنا المعمدان وصف يسوع المسيح في بشارة يوحنا في الإنجيل المقدس الإصحاح الثالث آية 31 قال: الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي، ومن الأرض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. فإذا الآية واضحة، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، لأنه ما أجاش بطريقة اعتيادية مثل البشر. النبوات تنبأت عنه، إشعياء إصحاح 9 آية 6 تنبأ عنه قبل 700 سنة من ولادته، قال لأنه يولد لنا ولد. ولاحظ الكلام، يولد وين؟ في بيت لحم، ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. يعني هذا اللي راح يولد، وهو اللي بيتكلم شخص من أعظم أنبياء اليهود، يعني معروف للفكر اليهودي. بالنسبة للفكر اليهودي يعني كفر انك تأله انسان. فطبعا بقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا، الولادة في ملء الزمان، نعطى ابنا هو عطية السماء، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا الجبور أبا أبديا رئيس السلام. يعني بيتكلم عن الطبيعتين الإنسانية والإلهية في اتحاد كامل في شخص يسوع المسيح، وهذا يجعل المسيح متميز. نفس الشيء لما ميخا بيتكلم عن ولادة المسيح في بيت لحم: أما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. طب ده اللي حيولد في بيت لحم، والذي مخارجه منذ القديم، منذ أيام فعيد في العبراني الأزل، يعني لا بداية له ولا نهاية، كما قال المسيح: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. يعني واضح جدا أنه متفوق. ده واضح في يعني واضح في حتى كتب المسلمين، وطبعا واضح في الكتاب المقدس. لا، والمسيح وصف نفسه أنه أعظم من موسى، لأن موسى كان خادم، أما المسيح ابن. وصف نفسه أعظم من سليمان، وصف نفسه أنه أعظم من يونان النبي مع أنه مكرم جدا عند اليهود، وصف نفسه أنه أعظم من الذبيحة، أعظم من الهيكل، أعظم من سائر الأنبياء. أو يعني إذا اقتبسنا متى 23، لأنه هو الذي يرسل الأنبياء، فالذي يرسل هو الأعظم. هو الأعظم طبعا. وزي ما حضرتك تكلمت عن عظمة المسيح، وبنلاقي الرسالة العبرانيين بتكلم الإصحاح الأول أعظم الملائكة، بعد كده أعظم من موسى، أعظم من الهيكل، أعظم من الذبيحة، وأعظم من الأنبياء، وأعظم من الأنبياء. عظمة المسيح كمان، لما احنا بنتكلم عن المسيح نبي، لفظ نبي إطلاقه على المسيح يحتاج منا فهم معنى نبوة المسيح. كل الأنبياء تنبأوا عن المسيح، عن مجيء المسيح، ويمكن واضح جدا جدا لما فيلبس راح لنسنائيل وتكلم معاه عن المسيح، انه وجدنا مسيا، وقال له: أمن الناصرة يخرج شيء صالح. فبنلاقي ان المسيح لما تقابل مع نسنائيل، ونسنائيل رجل يهودي، رجل فاهم الكتب، منتظر المسيا، بعد الحوار اللي بين المسيح وبين نسنائيل اللي كان رافض المسيح لأنه من نصري، قال له: أنت هو المسيح ابن الله، أنت المسيح. فهنا شهادة مش واحد مجرد أن لقى واحد قال له أنت المسيح، ده كان معترض عليه أصلا، يعني لكن في الحوار نشوف اعتراف من نسنائيل أنه هو المسيح. لكن فكرة نبوة المسيح وعظمة المسيح كنبي عن باقي الأنبياء، حتى لو قلنا نبي، أن المسيح أنا بقول عنه أنه هو كمال النبوة، لأن الأنبياء كان بيتنبأوا بنبوة عن المسيح. المسيح كان هو النبي، وهو اللي بيتنبأ، وهو موضوع النبوة.
هو اللي بيرسل وهو اللي تحققت فيه النبوة. هو اللي بيرسل أنبياء وتحققت فيه النبوة. وتحققت فيه النبوة. وده بيوصفها كاتب رسالة العبرانيين في الأصحاح الأول لما يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. فهنا بشوف، أنا مش بشوف نبي كمجرد نبي، هو جام بدور النبي لكن هو كمال النبوة التي تحققت فيه. يعني في اللغة اليونانية past aorist يعني الماضي المطلق يعني التم، ومش راح يكون في نبي أعظم منه، لأنه لما بيبعت الابن أيعقل أنه يبعت رسول أو نبي بعد المسيح؟ وبكمل يعني في آية 3 مثل ما اقتبست حضرتك أنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يعني هو مش بس خالق الأشياء، هو المهيمن والحافظ، يعني كل هالكون ممسوك في إيده، انفك إيده الكون كله بينهار. وحتى اليهود فهموا كلمة ابن إن هو الله طبعا، لما جاء تكلم عن إن هو ابن الله وبيقول لهم جام يرجموا، فبيقول لهم انت بترجموني ليه؟ بسبب اي الاعمال اللي انا عملت عشان ترجموني؟ قال لا، احنا مش بنرجمك عشان الاعمال، احنا بنرجمك عشان انت جعلت نفسك معادلا لله، وانت انسان تجعل نفسك الها معادلا لله. معادل نفسك لله. فهنا فهموا كلمة ابن الله بنفس التعبير وبنفس المستوى وبنفس اللغة ان هو الله. مشان هيك دائما بنحاول نشرح لأحبائنا المسلمين لما نقول ابن الله طبعا لا نقصد التناسل الجسدي فحاشا، فهو الابن الأزلي الذي في حضن الآب هو خبر. فلما نقول عن الابن الأزلي فهو الله الظاهر في الجسد. يعني أنا عارف أنه ده مش موضوعنا، لكن نقطة سطر كده بسرعة، فكرة التناسل بين الله وبين مريم مش عقيدة مسيحية، تفاجأ ان هي عقيدة قرآنية. ازاي؟ لما بيجي ما هن بيقولوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لما احنا بنشوف ان الله ازاي وصل البشارة لمريم، بنشوف ان الملاك راح لمريم وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العالي تظللك والمولود القدوس والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. كلام. لكن الفكر الاسلامي ما يعرفش ان في ولد يجي من غير التناسل. فالله نزل ونفخ في مريم. يعني انا مش عايز انطق التعبير اللي اتقال على فين بالظبط، لو في العضو التناسلي بتاع مريم. فدي العلاقة التناسلية، علاقة جنسية، ان هو ما ينفعش ان هو يقول كلمة، لازم ينزل وينفخ في نفس العضو عشان يعني كطريقة بديلة للفكر التناسل البشري. فإذا برضو حتى دي مش عقيدتنا، مش عقيدة قرآنية، لأن دي آية قرآنية. فلما يجي ليه المسلم مش قادر يقبل ان ابن الله المسيح ابن الله؟ لأنه عنده فكرة ما ينفعش يجي ولد بدون تناسل. يعني حتى لما قال انه كلمة الله ألقاها لمريم ما كانش كافي ان هو يقول كده، رجع تاني وقال حصل ازاي وتحقق ازاي. طبعا ليس المقصود التعددية ولا المقصود المرتبية ولا المقصود التناسل ولا المقصود انه يعني الأسبقية وفلان الآب قبل الابن الى اخره. تتكلم عن علاقة فريدة متميزة، علاقة روحية. فالمسيح هو الابن منذ الأزل، يعني يدعى اسمه عجيبا او يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ابن الله الازل المتميز الوحيد. طبعا انت ذكرت انه في كتير اشياء المسيح بيتفوق فيها، انت ذكرت انه المسيح الخالق. خليني اسألك عن المسيح اللي بيغفر الخطايا. من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده؟ فهو المسيح اللي تميز فيها. ما عشان ما فيش غفران خطايا في القرآن، فعشان كده ما جاتش في التعليم الإسلامي. لكن في التعليم المسيحي طبعا المسيح فريد. لا بس طبعا لا، بآمن انه الله هو اللي بيغفر الذنوب، الله غفور رحيم. طيب طبعا بيقولوا ان الله غفور رحيم، لكن في حاجة تانية مش هقولها دلوقتي، خليها يعني في مرة تانية. لكن خلينا لا، هو يعني شوف، حتى اليهود في بشارة مرقس في الإنجيل المقدس بعتقد إصحاح 2 لما جاءوا بمفلوج ودلوه من السقف، فأول عبارة ذكرها المسيح قال يا بني مغفورة لك خطاياك. طبعا
مع انه العالم بكل شيء علم افكار الفارسيين ابتدوا يتزمروا بيتمتموا يعني من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله يعني ففهم افكار من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده. قال لكي تعلم ان ابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر لك اقول قم احمل سريرك. فاذا يعني برهن انه هو بيغفر الخطية من خلال المعجزة اللي اقام فيها المفلوج فهو غافر الخطايا. ده والحضرتك اللي اقتبسته ده كان في متى 9:5 وفي مرقس 2:5 فلما رأى يسوع إيمانهم الناس اللي هم كانوا بيدلوا المفلوج من الصف قال المفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك. وبعدين لما تزمروا في 9 في عدد 9 قال لهم أيما أيسر أن يقال المفلوج. وعلم أفكارهم فهو العالم بكل شيء يعني طبعا. هذا كمان تفوق يعرف الأسرار حتى في القرآن بيعلم الغيب. طيب رغم ان رسول الاسلام لا يعلم الغيب لكن المسيح يعلم الغيب وينبئ بالاسرار ويعرف اللي في البيوت وكل الكلام ده موجود على المسيح. هنا لما علم اسرارهم قال لهم ايما ايسر ان يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل سريرك وامشي. وبنشوف اكتر من مكان المرأة النازفة الدم في لوقا 7:48 قال لها مغفورة لك خطاياك. فهنا ال 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 المسيح هنا هو اللي ليه سلطان على غفران الخطايا ولا يوجد إنسان يغفر الخطايا إلا الله. والله بيغفر الخطايا بكل أنواعها وده اللي أنا بقول لحضرك عشان كده بقول إن مفيش غفران في الإسلام لأن في آية قرآنية تقتل موضوع الغفران قتلا تاما. إذا كان الله لا يغفر خطية الشرك وكل المسلمين قبل الإسلام كانوا مشركين والله لا يغفر خطية الشرك فأي غفران؟ طب أنا هروح فين لما خطيتي ما تغفرتش؟ الخطية بتاعتي أنا كنت مشرك. على سبيل المثال أنا مسيحي النهاردة إيه الجدوى أن أنا أكون مسلم لو أنا أمنت بالإسلام وأنا عارف أن أنا كنت مشرك في نظر المسلمين والله مش هيغفر لي. يعني انت بتنظر لها من يمكن نظرة فلسفية اكتر انه يمكن ممكن يتكلم كمؤمن اذا اشرك ولا يعني انا على كل حال مش حدافع عن الاسلام اليوم بس يعني اللي عاوز اصله قسيس انه انا بحترم كل شخص وبحب كل شخص وبعرفوني طبعا الاخوة المشاهدين لكن انا بآمن بقناعة كاملة انه احنا انا بعالج هاي الموضوعات ومنعالجها مع بعض مش عشان شوية معلومات اظهرها انه انا فاهم المعلومات او مش فاهمها مدركها او غير مدركها انا بتكلم من قناعة انه هذه حقائق ابدية حقائق ابدية في الكتاب المقدس لانه المسيح شخصية المسيح شخصية مصرية يعني ما في يقول انه طب شخص يعني طب ما كل العلماء والفلاسفة اجمعوا انه اعظم معلم واعظم فيلسوف هو المسيح هل هذا يخلص؟ طبعا لا يخلص. اجمع انه ما فيش شخص في التاريخ صنع المعجزات والايات البينات مثل المسيح هل هذا الايمان يخلص؟ لا طبعا لا يخلص. اللي احنا من امن فيه بشكل خلاصي هو شخص المسيح والمسيح اتصلب مش على اساس اعمال على اساس اقوال على اساس اعلان لما سألوا رئيس الكهنة أأنت ابن المبارك فلما قال له نعم انا هو او انت تقول انا هو فلا حاجة الى شهود شق ملابسه فالفكرة في الموضوع لانه الشيء بقناعة المسيح يؤمن به انه هو جاء في الجسد وجاء لمخطط حتى يقدم الغفران الالهي والعفو الالهي والستر الالهي ويقدم نفسه فدية كفارة نيابة يموت عني وعنك ظلمة فتزلل مكتوب عنه لكن من اجلك ومن اجلي فهذا هو جوهر عقيدتنا ان المسيح مع ان الله له كل المجد تجسد واخذ صورة انسان حتى يقوم بالعمل الفداء الكفاري طريقة الله مش طريقة انسان ونسأل الله مين الانسان حتى يسأل لكن من ناحية تانية انا علي مسؤولية فشخصية المسيح تقول لي هو مجرد نبي عظيم واحنا من كرمه ومنحبه حب وكرم كيف ما تريد لكن انا عاوز اوصله انه شخصية المسيح شخصية مصرية قسيس ثابت انت بتآمن في هذا الموضوع طبعا. وانا بآمن ونحط حياتنا في خطر من اجل هذا التعليم لانه في قناعة تامة وكاملة انه ليس خلاص الا بيسوع المسيح والخلاص هو بيتم عن طريق ايماني بما فعل يسوع المسيح على الصليب مات من اجلي ومن اجلك وقام من الموت وهو حي
كل حين، لأنه قال إني حي أنتم ستحيون. فأنا يعني بإيماني بعمل المسيح الكامل على الصليب وقيامته أنا بحصل على الخلاص. فسواء كنت مسلم، سواء كنت مسيحي، سواء كنت ملحد، أي إنسان، أنا بدعوك اليوم، مش صدقني، ما هو هاي نعمة الرب، أنا كنت إنسان خاطئ وشرير مع أن أجيت من أبوين مسيحيين، لكن كنت محتاج لنعمة الرب ومحتاج للخلاص. وأنا عاوز أقول لك شخصية المسيح، هو قال جئت لا لألقي سلاما بل سيفا، يعني إيمانك في يسوع المسيح أحيانا ممكن يسبب انقسام بينك وبين العائلة. ليه؟ لأنه إيمانك بيسوع المسيح بيحدد مصيرك. فإيمانك أنه يسوع نبي عظيم ولا شخص رائع صانع المعجزات فيلسوف، يعني شخصية كل التاريخ بيقتفي أثره، أطهر إنسان على الأرض، كله حلو، لكن إذا ما أمنتش فيه وحطيت حياتك وثقتك في هذا الشخص اللي بيمنحك الحياة الأبدية، بكل احترام لكن مع أسف انت هالك وذاهب إلى جهنم. أنا بدعوك اليوم تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ. بحب أنك تتواصل معنا وتصلي تقول له يا رب أنا اليوم بدي أسلم حياتي لإلك، أنا بدي أتوب. يمكن أنت مسيحي بتشاهد، لكن مسيحي تقليدي، مسيحي اسمي، مسيحي عندك معرفة عن المسيح، لكن ما عرفتش المسيح، ما اختبرتش. أنا بدعوك اليوم أنك تختبر يسوع المسيح وتصلي تقول له يا رب أنا بتوب الآن، سامحني على كل خطيئة، طهرني من كل إثم، اغسلني، نعم بدمك، حتى والفكرة مرفوضة لأنه مات على الصليب، اغسلني بدمك الطاهر الكريم، أعطيني الحياة الأبدية من أجل اسمك. أنا بصلي روح القدس يفتح عينيك، يفتح ذهنك. هذا اللي أنا أريد أن أقوله بكل محبة، لكن مش عاوز أقول قسيس، أنت فاهم مشاعري حتى أثبت عقيدة ولا أثبت تعليم معين، مع أنه هذا شيء حسن طبعا احنا درسناه وموافقين وعارفين، وفي ايات كثيره وجيها في الدنيا وفي الاخره ومن المقربين، كل هذا بنعرفه، لكن كويس اذا الانسان ما امنش بيسوع هو الشخصيه المصيريه، يا انت مؤمن في يسوع او انت غير مؤمن، هالك لا محاله. في الحته دي في حاجه مهمه عشان بس كمان المشاهد يعرف ايه الدافع اللي يخلينا بنعمل كده واللي يخلي قسيس نزار بيعمل كده. محبة الله اللي اتغرست في قلوبنا بتخلينا مش عايزين، زي ما الله رغبة الله انه مش عايز ولا واحد يهلك، رغبتنا كأولاد لله، الرغبة اللي اتغرست فينا بطبيعة الحب الإلهي اللي فينا يخلينا مش عايزين ولا واحد يهلك. لو لكن... انا بتكلم صدقني يا قسيس، انا بتكلم من محبة يعني مليان ومغمور محبة على كل مشاهد. أنا مش وظيفتي، أنا أصلا بكره، أصلا مش طبيعة المسيح أنه أهين أي شخص، أنا أريد أن أتحلى بأخلاقيات المسيح وبتعاليم المسيح. لكن لما ندرس، لأنه تعرف إحنا كبث مباشر وكخدمة ليكن نور، بتوصلنا تساؤلات وبتوصلنا هجومات وبتوصلنا أسئلة، فمهم جدا، مهم جدا حتى أكون منصف إنه لا نرد على هذه التساؤلات، لألا بيفكر إنه إحنا منتحايد أو منتحاشى الموضوع. لهذا السبب إحنا منحاول نعالج هالموضوعات، فلو في إساءة لأي إنسان أنا بطلب الغفران والمسامحة، لكن من ناحية تانية أنا بتكلم بكل محبة، أنت محتاج يسوع المسيح، آمن كيف بدك بيسوع. إذا ما أمنتش في عمله الكامل على الصليب وقيامته من الأموات، مثل ما مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. تفضل إذا عندك تعليق بعدين نأخذ مكالمة. وتأكيد لكلام حضرتك، مرثا ومريم والعازر من الأسر المحببة للمسيح، لكن مرثا كانت عارفة المسيح بس كنبي يشفي المرضى، ما اكتفاش المسيح من محبته ليها علمها وعرفها انه هو مش بس شخص بيشفي، هو القيامة والحياة. لما قال لها سيقوم أخوك، جات له أنا أعلم
في القيامة في اليوم الأخير، قال أنا هو القيامة والحياة. فأنا كانت معرفة مرسى ناقصة، أنه تعرفه كشخص يقدر يشفي محدودة، عشان كده كانت لازم توصل للمعرفة الحقيقية أن هو المسيح، هو المسيح الآتي إلى العالم، هو ابن الله. دي المعرفة الحقيقية اللي هتوصلني السماء، واللي أنا عايز كل إخواتي يعرفوها عشان يوصلوا للسماء. انا هوصل للسماء وحضرتك هتوصل للسماء على دم المسيح، مش عشان البرنامج اللي بنعمله، لا لا لا، لكن البرنامج اللي بنعمله لان محبة المسيح اللي فينا عايز الاخرين يجوا للمسيح. المسيح مش مجرد بيتكلم كلام، يعني انت ذكرت مرثا، قالها ان امنت ترين مجد الله. مجد الله ما اكتفاش هون، قال عازر هلم خارج انسان ميت انتن أربعة أيام، يعني جسده ابتدى يتحلل، يعني مش بس إقامة ميت، هون عمال خلق جسد أنسجة. يعني أنا مش طبيب، اسأل أي طبيب لما بتتحل أنسجة إزاي، ما بدك يعني جسد جديد حتى يقدر يقبل. فهون منشوف مش بس المحي والخالق أيضا، فمش مجرد كلام، يعني المسيح كان يتكلم كان يفعل أيضا. يعني ممكن لما سمعوا تعليم المسيح ممكن أبدأ، ممكن أقول أوكي أنا بدأت أتبع المسيح من أجل تعليمه. يعني تقارن حتى بين كتاب، أي كتاب المقدس مع أي كتاب. الناس قالت لم يتكلم إنسان قط مثل هذا، كان يتكلم بسلطان ليس كالكتب والفرس، مع أنه معروف التعليم اليهودي، الشرائع اليهودي من أعظم ما وجد على الأرض، لكن لما تكلم يسوع قال كلامي روح وحياة. مش الرسول بولس تكلم عنه في كولوسي الإصحاح 2 والآية 3 قال المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، لا أفلاطون ولا سقراط ولا أي فلسفة معاصرة استطاعت أن تطيح. المسيح كخالق، كصانع المعجزات، يعني فيك تتبع لأي سبب، لكن أهم سبب بتبع المسيح لأنه بحبني، لأنه عاوز مصلحتي، عاوز خيري، عاوز أبديتي. اسمح لي قسيس ممكن أخذ بعض المكالمات. رح أخذ الأخ حسن من الولايات المتحدة. تفضل يا أخ حسن. مساء الخير خيّة، مساء الخير ضيفك الكريم. مساء النور، أهلا وسهلا يا أخ حسن، تفضل حبيبي. أطلب منك بس رحاب الصدر، الله يخليك. تفضل. أخي الكريم، أنا لما الله خلقني ما سألني كون مسلم أم مسيحي. نعم. فجأة أنا لقيت حالي بالهوية مسلم. أكبرت أنا وترعرعت، فجأة لقيت حالي بقرية بلبنان نصها مسيحيين نصها مسلمين. صرنا نحن وياهم عايشين آلاف السنين يا خيي. لنكون ناصفين آلاف السنين. نعم. أنا هول المسيحيين دخلت بيوتهم، شفت نفسيتهم، بلشت تحس اني عم بلمس شيء جديد بيخلوك يعطوك الامان، بحبوك. لصارت حرب 2006 يا خيي، ظهرنا من الجنوب على بيروت. بيروت لقينا شيء ما كنا مستعدين، لقينا شيء جديد كمان، لقينا اخواننا المسيحيين. بس انت بتعرفني يعني جاي من خلفيه اسلاميه وانا مسيحي. تفضل اخ حسن. فتحوا لنا الكنائس، فتحوا لنا الاديره، فتحوا لنا المدارس. عم كل شيء عم بلمسه يلمس اليد يا خيي. فجاه لقيت حالي انا عم بفتكر دين جديد وصل لراسي. بلشت انا امن بيسوع، معلش يا خيي كل صراحه. انا ما امنتش ببلدي، لان تعرف انت جغرافية البلد عنا والقرية اللي قاعد فيها انت ما مش مناسبة انك فجأة تقول انا مسيحي. انا ذهبت من لبنان على امريكا، جيت هون اعلنت مسيحيتي هون بالولايات المتحدة الامريكية. انا هلا يعني انا عايش مع يسوع، انا عايش معه لحظة بلحظة. انا خيي لما بروح على الكنيسه يوم الاحد صدقني برجع يوم انسان تاني. انا كنت عصبي، كنت كسر، كنت اعمل بدي اياه، بس فجاه يا خيي بس لما تعرفت على يسوع انقلبت حياتي كلها. انا لما بفوت على الكنيسه بحس انه بظهر، بحس حالي اني انسان تاني.
بتعاشر اخوة بتعاشر اخوات شيء عم بقلك يعني شيء ما بده يدخل براسك. عم تتعرف على ناس جديد على ناس يعني محترمة. انا جرني للمسيحية هذا الشغلات يا اخي بحكيك يا بصراحة. انا ما ذنبي لما كنت مسلم الله ما بدي ما يعني انا ما الله استشارني لما قال لي انت بدك تكون مسيحي او مسلم. انا لو خيرني لاخترت المسيحية. بس انا ما ذنبي لأحمل ذنب الاخرين. انا اخ حسن وصلت مداخلتك واحنا بنشكرك وبنشكر مشاعرك الدافية وبنقول لك مبروك على هذا التغيير. الرب يحميك يا حسن والرب يباركك ويبارك بيتك ويبارك اسرتك. لكن مظبوط انت تركت لبنان لكن انا بشجعك يا حسن اوعك تنسى لبنان. صلي من اجل شعبك، صلي من اجل بلدك، صلي من اجل وطنك، صلي. هدول حبايبنا بتعرف احنا جايين من الشرق الاوسط بلادنا نصلي لهم نحبهم كمان نرفعهن ونذكرهن ونساعدهن كمان. اخي لو سمحت تفضل. انا اخي ما اشتركت لبنان، انا روحي بعد معلق ببلدي. انا 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 عم بعمل مستقبل ببلدي. انا ما عم ببني بامريكا، انا عم ببني ببلدي لاني انا عارف شو من الايام بدي ارجع اطراب بلدي. لأن هنيك بقلب بلدي بدي اندفن. انا ما بدي اندفن ببلد غريبة. انا بحترم البلد اللي قاعد فيها. صدقني بحترم قوانينا يا حسن كلها. احنا كلنا غربة في هالارض. خلقت انا هنيك، خلقت هنيك، عشت هنيك، احسن ايام طفولتي عشتها بلبنان. والله يباركك يا اخي ويباركك يا حسن والرب يعطيك سؤل قلبك والرب يباركك ويسدد كل احتياجاتك. رب يسدد كل احتياجاتك. حسن ناخذ عبد الله من السعوديه. تفضل اخ عبد الله انت معنا على الهواء. اهلا وسهلا اخ عبد الله تفضل. اخ انت عارف انت القصه ثابته. اهلا وسهلا فيكم. الحقيقه وسهل. عندي بعض التعليقات وعندي بعض الاسئله ايضا. تفضل. التعليقات اولها الاخ يعني استدل بايات من القران وحديث، واحنا نعرف انكم انتم يعني تعتقدون ان هذا النبي محمد من الشيطان والقرآن من الشيطان، فغريبة يعني انه يستدل باشياء يعتقد انها من عند الشيطان. الشيء الثاني انه هو استدل بآية انه النبي عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير. طيب هو هل خلق هذا الطير من العدم؟ هل اوجده من العدم ولا اخذه من طين موجود اصلا الله خلقه هذا الطين؟ وبعدين يعني عندك النجار بيسوي يعني طير مثلا من الخشب لكنه ما يستطيع ان ياتي من العدم. الوحيد الذي اتى شيء من العدم هو الله سبحانه وتعالى. قال للشيء كن فكان. طيب المساله الاخرى يا اخي الكريم انه كذلك استدل بحديث انه ابن مريم لم ينخسه الشيطان. النبي محمد عليه السلام يقول مو بس المسيح ايضا امه. هل يعتقد هو حضرة القس ان السيدة مريم بلا خطيئة؟ طبعا لا يعتقد هذا الشيء. فاذا اذا كان هو خرج من رحم مريم وهي ذات خطيئة، وفي عندكم في اصحاح ايوب الجزء 25 يقول اي انسان يخرج من رحم امرأة فهو لابد ان يحمل الخطيئة. على كل حال هذه مو قضيتي. المسألة الاخرى التي ذكرها قبل لا اسألكم السؤال يا اخي الكريم انه المسيح عليه السلام يوم القيامة النبي محمد ذكر أنه يأتي يشفع بلا خطيئة أو شيء من هذا. الحقيقة هذا تضليل لأنه النبي محمد عليه السلام لم يقل أنه ليس بلا خطيئة. الحديث كما في الصحيح صحيح البخاري وغيره يقول بأنه لم يذكر له خطيئة. مجرد أنه لم يذكر هذه مسألة أخرى. أنا ممكن أكون عندي خطيئة أو ما يذكر لي إياها ربي يسترها علي، هذه مسألة أخرى. السؤال الآن يا أخي الكريم الآن أنتم تقولون أن عيسى عليه السلام يعني خلق وأحيا الموتى وكل هذه الصفات عزائدية. طيب عندكم أيضا في الكتاب المقدس أن هناك كثير من الأنبياء خلقوا وصنعوا وأيضا أحيوا الموتى. حتى في الكتاب المقدس كل الآيات التي فعلها عيسى مذكورة عن أنبياء أخرى. لو بحثتم وتعرفتوا أنفسكم قليلا لوجدتوا أن الأنبياء السابقين عملوا عجائب مثلها أو أكثر منها أو مشابه لها. وأنت أعلم مني
بهذه المسألة. فيا أخي كريم يعني ما أدري لأين نصل معكم في هذه المواضيع. لماذا تشبهون على الناس وتأتون بأحاديث ولا تأتوا بشيخ ولا تأتوا بعالم، والناس ملوا من كثر ما يطلب منكم أن تأتوا بشيخ يناقشكم ويصير الموضوع حواري. أخ نزار إلى متى طيب هذا الأمر؟ لا طيب أعلم. اسمعني اسمعني. أنا معك على الخط الآن تفضل. طيب أخ عبدالله طيب شكرا كثير على المداخلة، وطبعا أنا اللي فهمه أن أنت طبعا شيخ موقر، و ويعني انا بتكلم انا بقول اخ عبد الله بتعرف على اساس تعودنا بروح الصداقه، لكن يعني اعذرني اذا لم اذكر الصفات اللي يعني سيدنا الشيخ او كذا، لكن انا اقصد الادب والكذا. ومعك حق انك تسال على هذه الاسئله. هو خليني ابتدي من السؤال من الاخر، يعني قسيس ثابت وهو معنا على الخط، انه طب في انبياء صنعوا مثل طبعا ايليا واليشع، طبعا شافوا الموت أحيوا الموتى، فإيه اللي بيميز المسيح عن هؤلاء الأنبياء؟ اللي بيميز المسيح عن الأنبياء في فكرة إحياء الموتى، إن المسيح يمكن إحنا بنشوف المسيح أحيا موتى، لكن نيجي عند قصة لعازر واحد أنتن ليه 4 أيام في القبر. الأنبياء بيصلوا لله وبيعملوا الآيات والمعجزات، لكن المسيح من نفسه بيقول لعازر هلم خارجا، بيؤمر لا يأمر إلا الله. أنا لما باجي أصلي أنا بصلي، الله ممكن يعمل بواسطتك وبواسطة أي حد معجزات، إحنا واسطة لكن مش إحنا اللي بنعمل المعجزة، المسيح نفسه هو اللي بيعمل المعجزة. المسيح في قيامة الأموات لما كمان أقام الإبنة، إبنة يايرس 12 سنة يا ابنة قومي، ولما أقام ابن الأرملة أرملة نائين أيها الشاب لك أقول قم، ما بيصليش وبيقول يا رب. لكن بالنسبة للقيامة يعني طبعا اللي بيميز أنه إحنا كمسيحيين يعني طبعا ردا على الشيخ عبد الله، إحنا منآمن أنه مسيح هو قام من الموت، وقام من الموت بذاته، وده ودي ده 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 اللي ده ما فيش يعني نبي أقام ذاته من الموت. دي حاجة. لكن لو سمحت لي هرد بس على حياتي الإسلامية، يمكن الشيخ عبد الله ما سمعنيش كويس. أولا أنا لما تكلمت عن مس الشيطان أنا قلت ما قلتش كمان إنها تعني إنه بلا خطية، ويمكن حضرتك لما قلت لي الحكاية أنا اللي ذكرت لأن هذا مفهوم. أنا قلت أنا أسيبها لأن الإخوة المسلمين بيقولوا لا مش أنا بتكلم على أساس إنه كمان أنا كشخص عايش في الشرق الأوسط هذه الأشياء المتورثة في التعاليم يعني في لكن على الأقل ان المسيح تميز عن باقي الانبياء، وانا ذكرت في الحديث ان هو وامه انا كنت واضح وانا بذكر الحديث والحديث قدامي ووثقت الحديث منين، فواضح وبقول ان هو وامه، لكن على الاقل ما فيش نبي غيره لم يمسه الشيطان لم يسقط. فانت جبت كاقتباس كاقتباس نمر اثنين. طب السؤال ليه بتستدل بالقرآن؟ هاخد ده أوكي. لكن هاخد نمر اثنين الحديث الثاني بتاع يوم القيامة، انا ما قلتش المسيح يشفع لان في الحديث ما قالش المسيح يشفع، لكن قلت ان ذكر ان موسى ليه خطايا وده ليه خطايا، لكن المسيح لم يذكر له خطية. فأنا ما ضللتش الناس، أنا جبت الحديث كما هو، بس هو إيه ياخد باله شوية وهو بيسمعني ما يتوقعش اللي عايز يعني يتوقعني هقول إيه، لا يسمعني هقول إيه. في فرق بين إن أنا أتوقع اللي أنت بتقوله فأتوقع حسب من عايز، وبين إن أنا أسمع اللي أنت بتقوله. فإحنا لو راجع الحلقة تاني هيلاقيني ده اللي أنا قلته بالظبط. الحياة التانية أنا ليه بقتبس من القرآن رغم إيماني أو عدم إيماني بأن القرآن كلمة الله؟ أنا بقتبس من القرآن عشان المسلم يفتش في قرآنه ويشوف قرآنه إن الشخص اللي تفرد عن الإسلام أكيد الله سمح بده عشان يخلي المسلم يفكر. الشخص اللي هو أعظم من رسول الإسلام اللي تفرد عن رسول الإسلام أبسط ما فيهم أنه يعلم الغيب، رسول الإسلام لم يعلم الغيب، وإلا كان عرف أن عائشة زوجته في حادثة الإفك كانت مع مين وكان برأها من الأول، بدل ما يسأل كل الناس وبعد شهر من الموضوع يبرأها وتنزل عليها آية للتبرئة. على كل مش هذا حديثنا اللي بيهمني في الموضوع، ولأنه أنا بعتبر الشيخ عبد الله صديق يعني بيسأل وبدنا نكون منصفين. أنا بس عشان يعني أرد على الشيخ عبد الله إنه أنا اخترت الموضوع لأنه هاي أخوي عبد الله هاي الأسئلة اللي بيبعتوها وهاي المواضيع اللي يعني ناس بتسألنا يمكن ما سمعتهاش أنت على الهواء، لكن بالفعل في إيميلات وفي رسائل وفي كده،
وبيسألوك بشكل مباشر، فعدم الرد على الموضوع بشعر الناس. لكن أنا عاوز أتكلم عن تفوق المسيح، مش على أساس يعني أنا دعيتك على أساس أنه مش بس مقارن، لأنه في يعني أنا عندي إيمان راسخ أنه المسيح متفوق طبعاً. وأنا عاوز أتكلم ليه هو متفوق. والحاجة الأخيرة بتاعت فكرة يخلق من عدم وما يخلقش من عدم، المسيح هو خلق من عدم، ده خلق من الطين. الله خلق الإنسان إزاي؟ حسب القرآن وحسب الآية بتاعت سورة آل عمران، خلق منين؟ من تراب. والمسيح خلق بنفس الطريقة، تراب. لكن كمان كن فيكون، وقال الله ليكن نور فكان نور، فكان نور. ما أمر الطير أن يطير. يعني فهي الفكرة نفسها. يعني طيب. أنا بس عايز أقول للشيخ عبد الله حاجة، أنا مش هكسب حاجة لما شخص يؤمن بالمسيح أو ما يؤمنش، إلا أن بيكسب الشخص نفسه أنه يؤمن بالمسيح. يعني مش هكسب حاجة مادية، لكن أنا من محبتي أنا نفسي كل الناس تؤمن بالمسيح وتفوق المسيح، وإحنا عندنا الآيات الكافية والأدلة الكافية في الكتاب المقدس اللي إحنا بنؤمن هو كلمة الله اللي تدي للمسيح التفوق. بس بقى عايز أخويا المسلم يفكر أن حتى في كتابه المسيح ليه المكانة العظمى. طيب شكرا كتير قسيس ثابت، من فضلك شيخ عبد الله خليك تواصل معنا. انا بتكلم بكل محبة على اشياء بيسألونا فيها، فانا عاوز اوضحها من ناحية مسيحية كمان. ليه احنا، ليه انا شخصيا عندي القناعة وليه بآمن ان المسيح متفوق؟ وطبعا مثل ما انت اقتبست كمان ايات من الكتاب المقدس، احيانا نقتبس لان هاي اللغه طبعا انت اللي بتفهمها، ونفس الشيء انت بتكلمني باللغه اللي انا بفهمها حتى نرد على بعضنا البعض. لكن انا باكد لك يا شيخ عبد الله ما فيش مقصد داخلي اهانه او غير اهانه، لا، انا بس من قناعه داخليه وحب لكل انسان انه كل انسان محتاج للخلاص، وهي قناعتي من كلمة الله. أنا بحترمك، أنا بحبك، وأقولها بصدق، أقولها بصدق بدون أي مرأة. لكن إذا أنت ما أمنتش في المسيح، أو أي مشاهد مسيحي مسلم ما أمنش في يسوع المسيح بحسب الكتاب المقدس، طبعا محتاج الإنسان يبحث، محتاج يتساءل، هاي إلك الحق وإلك الشرعية. لكن من قناعة إن المسيح هو قادر. بعدين في آيات كتير المسيح عملها أكتر من إقامة الموتى، مثل فتح العيون. فتح العيون هذه يعني لها دلالة روحية. حتى في العهد الجديد، يعني في العهد القديم ما فيش أي معجزة فتح عيون، لأنه الوحيد الذي يفتح العيون هو المسيح. الوحيد الذي له السلطان على إخراج الشياطين هو المسيح يسوع. وهذا في أشياء اللي هي تفوق المسيح فيها عن سائر الأنبياء. أخذ داود من فرنسا، تفضل أخ داود. مساء النور، أهلا وسهلا. يا سيدي أنا عندي مداخلة صغيرة بخصوص تجسد المسيح، تجسد الله في جسد المسيح على الأرض. في سؤال بيسألوه دايما المسلمين، سمعني؟ سامعك، بس تفضل بسرعة أخ داود. إذا كان الله تجسد في شخص المسيح على الأرض في الوقت الرسالة، هل كان الله غائب عن الكون في ذاك الوقت؟ وإزاي كانت الطريقة؟ يعني أنتوا تتكلموا كويس أو عن التجسد والله تجسد في شخص المسيح، ما بتتكلموش عن الناحية التانية في الوقت ده اللي الله تجسد فيه الكون كان بيدار إزاي؟ إن المسلمين لو تفهمتهم النقطة دي هيكون في ربح كبير للنفوس. وشكرا، شكرا كتير، يبارك لكم. في أي تعليق على مداخلة داود؟ يعني هنقول الله اتجسد، مين اللي كان يدير الكون؟ لأنه دا يمكن إشكال اللي المسلم صعب بالذات لما نتكلم عن الله بيتخذ إنسان، مين اللي كان يدير الكون؟ احنا دايما إشكاليتنا ان احنا نتكلم عن الله بالفكر المحدود بتاعنا. الله وهو موجود في السماء مجده يملأ كل الأرض. يعني الله هو في السماء، مين اللي بيدير الأرض؟ الله. طب لما نعكس الموضوع، لما يبقى في الأرض مين اللي بيدير السماء؟ مين اللي بيدير الكون؟ هو الله. لأن الله مفيش مكان. النهاردة المسيح بعد ما تجسد صعد للسماء، هل الله موجود في الأرض النهاردة؟
الله موجود في كل مكان وفي كل شيء، والله مجده يملأ كل الأرض، مجده يملأ السماوات والأرض. فعشان كده لحدث في يوم من الأيام أن الله خلى من مكان، يعني لا يوجد مكان يخلو منه الله، حتى الحمامات، ولا هيحصل أن في مكان هيخلو منه الله، لأن الله موجود في كل مكان وفي كل زمان، سواء تجسد سواء موجود. لا، حتى في تجسد المسيح على الأرض جسيس ثابت، يعني لما أرسل التلميذين أنه رح يجدوا حمار جحش مربوط، كان أعطاهم المواصفات، شايف شيء عن رح يصير بالضبط، يعني مستقبلا، يعني مزبوط بعد ساعات، لكن كان شايف بالضبط بالتحديد إيه، وقال عبارة قولوا الرب محتاج، ما دي كل أمجاد اللاهوت في هالكلمة، محتاج إليه. كل وضاعة النسوت في نفس الوقت. المسيح كان نايم بالسفينة، لكن لما كانت العاصفة نهض وقال للبحر ابكم، سكت البحر، حتى من هذا، حتى الرياح والأمواج تطيع. وهكذا في أمثلة كثيرة، إنه مع أنه إنسان قادر، يعني بيتكلم عن نيقوديموس أنه هو على الأرض لكنه في السماء. فيعني طبعا احنا ممكن ناخذ حلقة، احنا حكينا عن التجسد لكن ممكن ناخذ حلقات اكثر واكثر يا اخ داود. طيب، عاوز اخذ نهال من انجلترا، تفضل انت على الهواء. مساء الخير يا اخ نزار، ومساء الخير للأسيس ثابت، وخليني اشكرك على محبتك فعلا يا اخ نزار في الرد على الناس، وده دايما بقولها انه انت مثال رائع للمسيحية، فربنا يباركك لانه بتتكلم بمنتهى المحبة واعلان صادق للمسيح اللي جواك. طبعا بشكر الأسيس ثابت على الحتة اللي قالها، لانه من خلال كلامي مع المسلمين فعلا زي ما هو تقدم وقال انه لما بتقول لهم انه المسيح خلق، بيقول هو عمل كده باذن الله. طبعا انا في خلال انتظاري حضراتكم رديتوا على معظم النقط اللي عايزه اتكلم فيها، فانا مش هعيد، لكن عايزه اقول انه الغريب في الاخوه المسلمين انه احنا لما بنقول لهم انه فعلا احنا بنستشهد من القران، يقول انتوا بتستشهدوا ليه؟ طب انا لو كلمتك من الانجيل مش هتصدقني، لانه الانجيل في نظرك محرف، فانا بجيب لك من القران اللي انت بتصدق فيه. ففعلا المسيح هو الوحيد الذي لم ينخصه الشيطان، وهو يعني عايز اقول انه لما تسأل دلوقتي اي واحد مسلم هل المسيح حي ولا ميت، يقولك لا حي، لان الله رفعه وهو مازال حي. طب النبي محمد حي ولا ميت، يقولك لا ميت. طب انا يعني انا بامانة مش عن تعصب ولا حاجة، ولا عن مسيحية ولا عن اسلام، لو انا قدامي نبي ميت ونبي حي مازال حي، اتبع مين بغض النظر هل المسيح هو الله ولا لا؟ انا اتبع مين؟ المسيح مازال حي ومازال يشفع، يعني انا ده سؤال بحطه في علامة استفهام وكل واحد يرد عليه. والحتة اللي عايزة احطها انه فعلا صدق كتابنا المقدس انه بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. فانا بصلي من خلال البرنامج بتاعك يا اخ نزار انه حتى اسم البرنامج ليكن نور، يا ريت كل واحد مسيحي مؤمن يثقل بواحد مسلم انه ليكن نور فعلا يشع كده ويسطع جوه قلب المسلم، لانه الحقائق واضحه ومحتاجه صدق. من كتر البرامج اللي بسمعها صدقوني يعني لو لم اكن مسيحيه لا اخترت ان اكون مسيحيه، من كتر الحلاوه والصدق في الكلام في كل اللي بتقولوه. حتى حضرتك ما سبتش النقطه الاخيره انه المسيحيين التقليديين، انه مش البرنامج ده مش للمسلمين بس، لكل واحد لم يتعرف على المسيح معرفة حقيقية. يعني انت ممكن تكون بتسمع عن المسيح ورايح وجاي الكنيسة، لكن هل فعلا اخدت المسيح مخلص شخصي في حياتك؟ فانا مش عارفة اشكركم ازاي على البرامج ديت، وبصلي من كل قلبي انه ليكن نور لكل واحد بيسمع وبيشاهد هذا البرنامج، وربنا يبارككم مرة كمان. ربي يباركك، شكرا جزيلا على المداخلة وعلى تشجيعك يا أخت نهال. يعني عاوز أقتبس مزمور 45 الآية 2 تأكيدا على كلامك يا أخت نهال. المسيح شخصية عظيمة فريدة، مكتوب عن يسوع المسيح أنت أبرع جمالا من كل بني البشر.
انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. حلقه حلاوة وكله مشتهيات، يعني بالفعل نحتاج كل الوقت أن نتكلم عن حلاوة يسوع المسيح. إذا في عندك رد سريع على الأخت نهال على تعليق أي تعليق رائع، بس طيب. كل الفكرة مش طيب يعني تعليق رائع، ربنا يبارك. طيب نأخذ إذا ذكر عبد المتسامح، إذا يمكن ما ذكرتش اسمك صاحب لي سامحني، عبد المتسامح من السويد، تفضل يا عبد المتسامح. أخي نزار أهلا وسهلا، تفضل أخي. إذا أخ عبد الله كل مرة يتصل بحضرتك ويريد يمل في قناتك خلي لا يتصل، أرجوك يعني أخ نزار. ليه يا أخ عبد المتسامح ليه ما أخلش؟ بالعكس هذا مش عدالة، بالعكس يعني أنا عاوز أعرف فكره كمان. أخ نزار فضل. أرجوك اسمح لي بس أكمل الفكرتي. تفضل. أنا وحسن وآلاف مثل حسن احنا عرفنا المسيح عن طريقكم وعن طريقك وعن طريق الكتاب المقدس، وسنظل نبقى. انا شخصيا كشفت المسيح والرب مسيح عن طريق القرآن، في الكتاب في القرآن. ارجوك 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 استمروا لا تملوا، ماكم ان انت انسان جدا جدا طيب، وانا ابوس تراب تحت رجلك اللي انت تمشي عليها. انت انسان، انت ارشدتنا الى النور عن طريق القرآن. انا اكشفت المسيح مثل ما قال الحسن، عشرات الاف مثل الحسن احنا يومية نتابع برنامجكم عن طريقكم، في عن طريق القرآن عرفنا انه المسيح هو الرب، هو الله، هو الرب، هو الخالق. امثال عبد الله اتمنى من الرب انه يرشده الى الحق، وهو يعلم حق اليقين انه المسيح هو الرب، ولكن الشيطان والروح الشريرة هو يعاند، هو اللي معه دائما يعاند. أرجوك أخي النزار أخوي أنا وأقبل تراب اللي تحت رجلك. أنا أنت رجل نوراني، رجل الرب حبيبي. لا الرب يباركك، أنا بشكر. ماكم ممل بالقناة، إذا الأخ عبد الله لا يريد خليه يتصل بقنوات أخرى. أنا بشكرك من كل قلبي أخ عبد المتسامح، وأنا بشكر مشاعرك الدافئة والحلوة. بالعكس مش انت اللي بتبوس، انا ببوس ايديك واجريك وببوس، يعني مستعد اسير انكم انتوا ارشدتمونا. مستعد اكون انت عملت انت عن طريق المسيح. ارجوك اسمح لي بس دقيقه. انا ابني شفى انا ابني كان في حاله جدا صعبه عن طريق المسيح، بدعائكم انتم بصلاتكم. انا رايت المعجزه. صدقني معجزات ومعجزات صارت معي، والمسيح هو الرب بدليل. بس أرجوك أخ نزار أنا أسألك سؤال، بس كلمة من أخ القص ثابت الكريم الطيب اللي قال كلمة جدا قوية. أنا مثلا مدير شركة مثلا، أنا عندي أتباع وعمال يشتغلون عندي، لنقول لك بس هذا المثل. أنا أعطيكم كل الصلاحيات أنه أنتم تعملوا لي أعمالي أحيانا، مثل ما قال الأخ القص ثابت تقريبا المثالي هو شبيه لمثاله، ولكن أنا توقيع النهائي يرجع إلي. أنا ما مستعد أتنازل على توقيع النهائي وأنا مدير الشركة وأنا هذا تبعي للشركة. هل معقول أنا يعني أتنازل على كل شيء لصالح عمالي أنه تعالوا أنتم وقعوا كل شيء، وأنا إذا ما هو دوري أنا؟ فلذلك الرب لا يستطيع أن يعطي كل شيء. هذا الأحياء الموتى والعلم الغيب هذا كله من صفات الرب، وكله مكتوب في القرآن أنه المسيح عمل كل هذه الأشياء، وهذه كلها خواص الرب. غير الرب لا يستطيع أن يحيي الموتى، غير الرب لا يستطيع أن يعمل هذه الأشياء. ولكن لماذا أعطى للمسيح؟ إذا المسيح هو الرب، لأنه كيف يتنازل الرب عن أحياء الموتى؟ كيف يعطي علم الغيب؟ وعلم الغيب هو مكتوب، لأنه محمد ما يعرف أي شيء، ولكن هو عرف علم الغيب. وأنا أعلم ماذا تدخرون في بيوتكم، ما هذا هو الآية؟ أليس هذا هو علم الغيب؟ إذا لا يعلم الغيب إلا الله، أكو آية يقول لا يعلم الغيب إلا الله. إذا هو المسيح عرف الغيب، إذا هو الله، هو الرب. يا أخي في عشرات الآيات بالقرآن، صدقني القرآن مليانة. هو أصلا شوف الرب ما ترك شيء إشارة في القرآن، في حتى في الوثنية في زمنهم، إلا أعطاهم أنه شيء، إلا ما ترك ربنا ما ترك. فعن طريق القصب ورقة بالنوفل هذول كلهم، هؤلاء كانوا نصارى، كانوا مسيحيين ولكن منحرفين كانوا.
ولكن هؤلاء كانوا في يوم من الأيام كانوا يؤمنون، ولكن شيطان دخلهم ولذلك هؤلاء كلهم يعلمون الحق. فلذلك محمد أخذهم خيرا. هم يقولون دين الوسط. الدين الوسط شنو معناته؟ يعني لا نقول المسيح هو الرب، ولا نقول أيضا هو أصغر من الأنبياء. إذا بدليل هو على أساس كأنه يريد، يعني يريد خاطري وخاطرك وخاطر الآخرين، ولكن المسيح هو الرب رغم على أن في محمد وعبد الله وكلهم يعرفون هذا الحقيقة، كلهم شياطين، كلهم يعرفون الحقيقة. أرجوك. طيب يا أخ عبد المتسامح، وصلت مداخلتك، أنا بشكرك جدا وبشكرك على مشاعرك كمان، وبشكر رب من أجلك ومن أجل إيمانك أيضا. في أي مداخلة قسيس تحب تعلق أي شيء على كلام عبد الله؟ هو طبعا شخص كان مسلم صار مسيحي وبيتكلم طبعا من خبرته من اختباره. احنا بنشكره، لكن زي ما حضرتك قلت البرنامج مفتوح لأي حد يتصل، واحنا بكل احترام بنرد على الشخص. لا هو بيتصل بكل احترام الشيخ عبد الله، واحنا احنا كل الفكره نصلي، مش معناته اذا ما اتفقش معانا معناته انه خلاص، يعني نصلي من اجل ده. احنا عايزين اللي يختلف معانا عشان احنا هدفنا ان النور يوصل، واحنا نصلي من اجله من اجل الشيخ عبد الله ان الله يتعامل معاه. احنا نقدر نتكلم ونقدر نذكر ايات ونقدر، لكن ما نقدرش نوصل للقرار ولا بنقدر نقنع يعني انه الفكره انه هو بيحكي حاجه واحنا بنحكي، وبعدين احنا ادوات لروح الرب هو بالضبط. ونصلي يعني ونصلي من اجل امين امين. طيب ناخذ حيدر من المانيا، تفضل اخ حيدر. مرحبا اخ نزار، اهلا وسهلا. اهلين، سلام سلام المسيح معك ومعك ايضا، تفضل اخوي حيدر. اخ نزار، انا كان عندي مداخلة من تقريبا 3 سنين، صار معجزة كبيرة في حياتي. تفضل بسرعة اخ حيدر، تفضل. انا كنت يعني حياة مدمرة، مسيحي بالاسم مسيحي وبالخطية، كان حسيت وكنت مشكوك بالخطية والرب يوم الواحد، ما اريد اطول الحكي بالتفاصيل كثير، الرب قال لي عفيتوك من خطيئتك اليوم. وطبعا كنت يعني حوالي 6 أشهر اقرا كتاب المقدس وازاغ للرب واصلي وعفاني، وبعد العفاني شيء 3 أيام صار معجزات كثير في حياتي، و صلت للرب هيك جاء على بالي انه يا رب اريد اعرف ابوي محله شلون في حياة الابدية. وقال لي الميت مات ودفتره قبط، يعني ملا لا ايش تعرف. وجاني هيك حزن وقال لي كمان، قال لو تريد تعرف لو كان اهل بيعتك كلتا في العذابني حياة مو كويسة، يعني كنا نحن كلتنا مسيحية، ولكن أنا مريت وبيننا كان إنسان تايب. أريد هاي المسيحية والإسلام يستفادون منها، يعني مو بس الإسلام حتى المسيحية. طيب وأريت كمان الرب في راس جبل قايم ومشكوك في الوحل وصيف إيده، يقول هاي خطية العالم ما بقتك أحملها، خطية العالم ما بقى تنحمل، الوقت ثلاجي يعني. ولكن بعد بشي 4 ساعات قريتوه مرة تاني، كرسي في السماء والنور قوي عظيم عليه، يقول لي أنا هيك أنا بوكما هنا كيل قريت. وقريته مرة طلق كان يجاوبني الرب، يقول لي انت، انا من اصل سرياني من طور عابدين من تركيا، يقول لي السرياني يريدون بالسويت يحطون حجر سوداء هيكل اسود انه صار قتل العام على السريان طور عابدين. قال في مكة الاسلام يتركون حجر سوداء وانت تسوون حجر سوداء. وكان عندي قميص سوداء، قال لي روح تلعب قميصك السوداء وديتيه لجماعتك، خلي يلبسوه على الحجر كثير كويس تروح له. وأقول للعالم كلته بكل صراحة، الوقت منتهي، كل واحد بأسرع وقت يجي للرب يسوع المسيح
ويصرخ للرب يخلص. والوقت ضيق كثير وشكرا لكم. الرب يباركك يا أخ حيدر على المداخلة وعلى هذه الشهادة. الرب يباركك. نأخذ وردة من فلسطين. تفضل أخت وردة. مساء الخير أخ نزار. مساء الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا. مساء الخير. والحلقة كتير كتير رائعة. شكرا. أنا عندي بس هيك مشاركة حلوة وبسيطة عايزة أشارك فيها. إنه المسيح هو أعظم شخصية عرفها التاريخ على الإطلاق. ما في شخصية كانت مثل شخصية المسيح. هو عظيم في ميلاده، عظيم في حياته، عظيم في تعليمه، عظيم في معجزاته، في سلطانه، في موته، في قيامته. هو الفكرة العبقرية في التاريخ، هو الفكرة العبقرية في الفلسفة، هو جوهر العقيدة، هو الكل في الكل، رأس الكل. فيه كان ملء اللاهوت، هو التعبير الكامل عن صفات الله. لذلك هو القدوس اللي ما يعرف ولا خطيه. هو رب الأرباب. هذا هو المسيح، هذا هو الرب اللي أنا بعرفه، هذا هو اللي تكلمت عنه كل الأسفار في الكتاب المقدس من التكوين للرؤية، له المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. لكن من ناحية عملية أخت وردة، إذا ممكن تشاركينا بنص دقيقة كل هذه الصفات الحلوة في الكتاب المقدس اللي ذكرتيها، لكن أنت عمليا كيف عرفتي وكيف اختبرتي توصلتي إلى هذه المعرفة ولو في نص دقيقة من فضلك؟ أنا اختبرت لما هو دخل قلبي وغير حياتي وأعطاني سلام في قلبي وأعطاني فرح اللي ما كنتش أحس فيه قبل ما أعرف المسيح. هو يعني ما بقدر أوصف عن المسيح، له كل المجد، له كل الإكرام. يعني قد ما حاولت أوصف عن عمله في حياتي مش رح أوصف ولا أكمل كتابي. يعني هو عظيم، عظيم جدا، تعظم في حياتك جدا. ربي باركك على هذه المداخلة، وعلى بالفعل من خلال اكتشافك للمسيح نكتشف الصفات العظيمة اللي ذكرتها الأخت وردة. واضح أن الشخص لما بيختبر المسيح يعني لازم يتكلم عن المسيح، ما فيش مجال للسكوت أصلا، ويعرف مين هو المسيح. نعم. ويعرف مين هو، ويقدر يقول مين هو المسيح. نعم. زي ما الأخت وردة تكلمت. نعم. رح ارجع لك انا قسيس ثابت، بس لا انا في بدي اقول صباح الخير لابو حنا في استراليا. صباح الخير ابو حنا. صباح النور، الله يخليكم، وسلام المسيح معك ومع ضيفك. صباح النور. وانا دائما بحب اشارك معكم في هذا البرنامج الذي له يعني ما في احسن منه. الأخي العزيز نزار، الله المجد له يقول في المزمور 107، يقول: فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن أمواجها، فيفرحون لأنهم وصلوا إلى المرفأ، لأنهم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدون. وأنت في هذا البرنامج تقول هذه الليلة تفوق المسيح. من هو الذي يتفوق على المجد له؟ الله. إذا كان الله يتكلم في المزمور 107 عن أن الرب يهديهم، وفي إنجيل مرقس والإصحاح الرابع والعدد 22 يقول: فحدث نوء ريح عظيم فكانت الأمواج تضطرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، فيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. وما أود أن أقول للأخ عبد الله من السعودية عندما يتكلم بما يشاء، أقول له: إن لم تعرف أن تتكلم بالروحانيات فلا تقدر أن تفهم كتابنا المقدس. وما قاله الأخ من السويد
عن القرآن وهو على حق. كل ما هو مكتوب في قرآنهم من كلام جميل إلا ما هو مأخوذ ومسروق من كتابنا المقدس. وشكرا لكم. شكرا أبو حنة. وصلت المداخلة. عاوز أعطيك فرصة قسيس ثابت إذا ممكن تحدثنا أكثر. الحقيقة في حاجات كتير جدا جدا تكلمنا عن المسيح فريد في محبته أنه هو أحبنا ونحن بعد خطاط. تكلمنا عن غفرانه، تكلمنا كثير عن غفرانه، سلطانه على الموت وسلطانه على الطبيعة. لكن كمان حاجات كتير جدا تاني للمسيح ان هو كشخص فريد. انا مش عايز بس الوقت ياخدنا كتير، لكن المسيح نفسه واحنا بنتكلم في سؤال من ضمن الأسئلة اللي حضرتك طرحتها في اول حلقة عن هل المسيح نفسه قال عن نفسه كده والاقوال دي فين، هلاقي المسيح بيعلن ده، بيعلن ألوهيته وقت المحاكمة. وكانت التهمة بتاعته انه جعل نفسه الها في يوحنا 10:31-33. اليهود كانوا بيطالبوا بصلبه لانه قال انه ابن الله. المسيح بيؤكد بنفسه انه هو الله عندما يقول في يوحنا 10:30 انا والاب واحد، وكان رد فعل اليهود برضو ان هم حاولوا ان هم يرجموه. اعلن ازليته ان هو كائن قبل ابراهيم، قبل ابراهيم انا كائن. المسيح قال عن ان اللي يؤمن به بيؤمن بالاب في يوحنا 14:1 انتم تؤمنون بالله فامنوا بي. فهنا اللي بيؤمن بالله بيؤمن بالمسيح، نفس الحكايه في تبادل الادوار. ويمكن انا يعني في القران في تبادل الادوار برضو، فكره كنت عليهم الشهيد فلما توفيتني كنت انت الرقيب. انا كنت شهيد لما غبت بقيت انت الرقيب. حتى في تبادل الادوار بين المسيح وبين الله حتى في القران. لكن في حاجات تانية كتير مش عارف الوقت هياخدنا فيها ولا لا. لما بنلاقي ان المسيح متفرد عن باقي الانبياء بان صفات الله هي صفاته، وفي جدول يعني لو اخده بسرعة مش هاجف عنده كتير، لكن قدام المشاهد وممكن نحط مثلا إشعياء 40:28 بتكلم عن الله الخالق. يوحنا 1:3 بتكلم عن المسيح الخالق، بغيره لم يكن شيء مما كان. المخلص في إشعياء 45 دي صفة من صفات الله. يوحنا 4:42 مقيم الموتى، صموئيل 1:2-6. يوحنا 5:21 يوئيل بيتكلم عن الله الديان. يوحنا 5:27 بيتكلم عن نفس الحكاية المسيح الديان. إشعياء 60 بتكلم عن الله ان هو النور. في يوحنا 8:12 بتكلم عن المسيح هو النور ونور العالم. تكلمنا عن الكائن قبل كده وشوفنا المقارنة بين خروج 3:14 وبين يوحنا 8:58. الراعي في مزمور 23 وبنشوف الراعي في يوحنا 10. بنشوف الاول والاخر حضرتك ذكرت قبل كده الفادي في هوشعى 13:14 وبنشوف ده في رؤية 5:9. العريس في إشعياء 65 وفي رؤية 21. بنشوف الصخرة مزمور 18:2 وكورنثوس الأولى 10:4. غافر الخطية رمية 31:34 وده من صفات الله. مرقس 2 وتكلمنا عن دي قبل كده كجدول. تعبد الملائكة له. وإحنا بنشوف كمان مجموعة من الآيات اللي هو بيقول لك أين قال المسيح إني أنا الله فاعبدوني. بنشوف مجموعة من الآيات والمواقف المسيح قابل العبادة وقابل السجود من التلاميذ في السفينة ومن المولود أعمى. وبنلاقي في المقابل إن التلاميذ رفضوا إنهم يقبلوا السجود من أحد. حتى الملائكة الملاك رفض أن يقبل السجود من يوحنا وقال له إن أنا عبد مع أخوتي. فالفكرة هنا بنشوف إن اليهود اللي بيفهموا إن السجود لله وحده سجدوا المسيح، سواء في المولود أعمى هو كان يهودي أو سواء في التلاميذ، في مواضع كتيرة جدا جدا نلاقي إن المسيح يتميز ويتفرد عن باقي البشر. شخص متفرد زي كده، متفرد كمان في إن مش بيخليك أنت اللي تدور عليه،
هو اللي بيدور عليك وبيبحث عنك، بس عايزك تسمعه وتقول له انت ربي وانت الهي. وعاوز اشجع قسيس ثابت، يعني انت ذكرت بعض المعلومات، اذا بهمك بتهمك هذه المعلومات ابعت ايميل وبكل سرور ممكن نساعدك في هذه المعلومات. حاخد اخذ مكالمه او اثنين سريع. قسيس ثابت ده اخذ اسيل من المانيا، تفضل اسيل. سلام الرب يسوع المسيح الذي يفوق كل وصف وكل عقل. معك أيضا أخت أسيل، تفضلي. ومع القس ثابت، أنا بس أحب سريعا يعني أقول أنه إرادة الله هي أن نأتي إليه بغض النظر عن العقيدة وعن الدين، نعم، حتى نعرفه معرفة شخصية وننجو من الهلاك الأبدي. فالسؤال هو أنه هل الشخص يلبي هذه الدعوة؟ لأنه إرادة الله هي أن ليس أن نخلص وحسب، بل إن قلبه ينبض بالحب لنا، وهو يدعونا لكي نكون من رعاياه. وهذا الشيء كان واضح بكلمة الله عندما قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فأنا يعني أطلب من كل واحد يستطيع أن يضع اسمه مكان كلمة العالم، يعني أنه هكذا أحب السيل الله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا تهلك. وهذا يعني هكذا هي محبة الله شملتنا عندما ولدنا في هذا العالم. فيقول الكتاب المقدس ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا في روميا، وكل الذين قبلوا المسيح يعطيهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. فيعني أنا بس يعني أقول لكل الأخوة أنه لا يضعوا أي يعني أي يؤجل لا يؤجل ولا يسمح لعدو الخير أن يحول بينهم وبين قرارهم باتباع المسيح ليكون رب ومخلص وسيد على حياتهم. وصلت المداخلة، شكرا. وحتى ينجو بدم الرب يسوع المسيح. ونشكرك كثير أخ نزار. شكرا كثير. ونشكر القس ثابت والله يبارككم. شكرا كثير يا أختي، الله يباركك على هالمداخلة. وأنا بأكد أن الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله بحبنا، فالفرصة مفتوحة. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. عفيفة، نأخذ عفيفة من فضلك، معك نص دقيقة. تحية لكم وللبرنامج، رب يبارككم. شكرا، تفضلي أختي. أحب بس أقول المسيح يتفوق في كل الأمور، في ولادته، في معجزاته، في تعاليمه، حتى في مجيئه الثاني. وأكثر شيء تفوق فيه عن أن يغيرني أنا من إنسان كنت في الخطية وكنت في وكان مصير الهلاك إلى حياة أبدية. هو ده التفوق اللي أنا أقدر أشهد به في حياتي. شكرا جزيلا يا أخت عفيفة، والرب يباركك. وبقدم اعتذار لكل اللي بيحاولوا يتصلوا، حاول المرة القادمة، فسامحوني لأنه أزف الوقت، لكن بحب أعطيك الفرصة الأخيرة يمكن أقل من دقيقة، لا نص دقيقة. نص دقيقة هقول تفرد المسيح في رسالته، لأنه جاء المسيح لإنقاذي ومش محتاج أن أدافع عنه ولا أنقذه، ومش هفديه، هو اللي فداني. فده تفوق رائع جدا جدا بيقدمه المسيح لكل واحد. تفوق المسيح في تعليمه، وأنا هاخد بس بسرعة أنه حضرتك ذكرت ده، يعلم كمان له سلطان وليس كالكتبة، جعل نفسه وهو الله تحت الشرائع ليعلمني كيف أتبع وصايا الله، ولم يجعل نفسه في حل من شرع الله حتى يكون متفرد في فعل الشر. شكرا جزيلا. أنا بصلي أن ربي يبارك كل مشاهد وكل مشاهدة. إلى اللقاء، والرب معكم أحباء المشاهدين. وبصلي أنه اليوم يكون يوم خلاص في حياتكم، واليوم يكون يوم بركة في حياتكم. وخليني بس أقول سؤال وجاوب عليه من فضلك. لو الله عاوز يتجسد، شو الصفات اللي عاوزها في الله؟ وهل هذه الصفات وجدت في المسيح؟ الرب يباركك.